السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع الإعلام الجزائري وحزنه على خسارة المنتخب المغرب. هيا بنا نسمع. طبعا والله هم كانوا فخر بأمانة يعني، وقدموا مباراة كويسة، وصول للمربع الذهبي. هيا بنا نسمع ماذا قالوا. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. في نفس المنوال، وما يخفاش هذه المباراة تقريبا ما راهوش نفس الضغط اللي كان موجود في 6 مباريات اللي جاز. الريهان ما كانش كبير بزاف، حتى البوديوم عنده دور كبير. نقول داروا مباراة مقبولة يعني على أقصى حدود كلتا الفريقين في الظروف اللي شفنا فيها كلا المنتخبين، وزايد المجهود البدني يعني كان إرهاق نوعا ما عند بعض اللاعبين، والمدربين استعمال أو استهلاك الطاقات اللي بين يديهم، خافوا على صحة هاد الآخرين قبل رجوعهم حتى للنوادي تاعهم. نعم، أمين أكساس، اليوم مباراة المركز الثالث بين المنتخب الكرواتي والمنتخب المغربي، هل من الصعب اليوم على وليد الركراكي ولا على حتى زلاتكو داليتش يعاود يشحن لعبه معنويا في مباراة مثل هذه، خاصة وأنه لما توصل نصف النهائي كما مثل ما يقال بالعامية متغسل الحق العين وما تشربش وتكون يعني مورالمون بيان، يعني هل فيه تحضير خاص ام انه تلعب المباراه من اجل لاعبها ومركز ثالث ما يهمش مثل ما يهم مثلا اللاعب اكيد النهائي المونديال؟ لا نظن انا المنتخبين كنت حتى المنتخب المغربي ولا المنتخب الكرواتي نظن في زوج اللي يحبوا يلحقوا لوبجيكتيف ديالهم طروازيام بلاصه، كما تكلم الشيخ قال لك عندها اهميه كبيره. نظن باللي تكلموا المدربين قبل اللقاء في زوج قال لك نحضروا المقابله هذه كما كاع المقابلات اللي جازوا. نظن باللي سيفري ماكش حتلعب كين فينال، مي تروازيام بلاص بور اون ايكيب تاع كرواتي ولا تاع المغرب حاجه كبيره. نظن تشوف في اخر اللقاء نظن باللي تشوف الفرحه تاع المنتخب الكرواتي تفيق باللي هذه المقابله عندها اهميه، وهذا لو كلاسمون الانجاز اللي داروه بور اون ايكيب اون ناسيون تاع لا كرواسي اللي عندها 4 ملايين نسمه. نظن باللي ماشي ما نقدرش نقول لك منتخب كبير اللي جامي هذه النسخه هذه، مي عندهم لاعبين اللي داروها فور اون ايكيب اون ناسيون تاع لا كرواسي اللي عندها 4 ملايين نسمه. نظن باللي ماشي ما نقدرش نقول لك منتخب كبير اللي جامي تحصل على هذه النسخه هذه، مي عندهم لاعبين خرجوا لاعبين عندهم بلد نقولوا بلد صغير، مي 6 ملايين نسمه فقط، 6 ملايين ماشي 4 ملايين صح؟ 4 ملايين عفوا 4 ملايين نسمه. نظن باللي هذا حاجه كيما نقولوا احنا عظيمه بور المنتخب الكرواتي والمنتخب المغربي اللي ادى اليوم مقابله ثاني كبيره، اللي شفنا ثاني الناخب الوطني ديالهم تكلم. ما يخفالكش باللي اليوم هذا هو اللقاء السابع، نظن باللي ماشي سهله في ظروف كاين لاعبين يشاركوا في 7 لقاءات، نظن باللي بالك ما عندهمش انيفيكتيف ريش اللي تخليهم يروحوا لا فينال ولا داروا كيما نقولوا حقوا الواجب ديالهم، حقوا الانجاز هذا بور ان ناسيون. نظن باللي المنتخب المغربي اليوم هو فخور بهذا الشيء هذايا، راحوا داروا الماكسيموم. اليوم شفنا لقاء مفتوح لكلا الجانبين، نظن باللي شفنا نقولوا مباراه سيفري ما كانش فيها ضغط، شفنا اهداف. نظن المنتخب الكرواتي كان احق بالفوز هذايا، شفنا الركراكي يتكلم قال لك يستاهل الفوز هذايا. نظن فوز ميريتي المنتخب الكرواتي، وثاني المنتخب المغربي ادى لي عليه وتحصل على المركز الرابع ماشي سهله، فوز تاريخي منتخب افريقي وعربي نظن يفتخروا به كلاعبين كافريقيا كاع. نعم قصة سعيد، المنتخب الكرواتي اليوم سيودع ربما مودريتش، لكن رسميا اخر مباراة له في كأس العالم، مركز ثالث مركز ثاني. لوكا مودريتش قدم مونديال في المستوى ايضا، هذه الصور لفرحة لاعبي المنتخب الكرواتي بعد تتويجهم بالميدالية البرونزية. نشاهدوا في الخلف مودريتش يوجد مانزوكيتش رفقة المدرب اللي هو مساعد المدرب زلاتكو داليتش. مودريتش يودع كأس العالم بالمركز الثالث. إذا ما تكلمش ده هو قبل المونديال صرح وقال بأنه هذا هو آخر مونديال له في 37، أعتقد بأنه في 2026 في سن 41 سنة. بالطبع تقدم في السن كثير، 37 سنة نظن باللي هذا هو الحد ديالو.
المقابلة ميدو. المقابلة هذه المقابلة الصعبة. لماذا صعبة؟ تعرف انت في الدورات هذه المقابلة المرتبة الثالثة تقريبا اللاعبين خلاص خرجوا من التركيز ديالهم لما يقصوا في دور النصف النهائي. نظن بلي المدربين اليوم قاموا بعمل جبار من ناحية الذهنيات وديناميزي الجروب باسكو ماهيش سهلة. نقول لك راح كنا لا فينال المرتبة الثالثة ما عندنا ما نديرو بها والو والو. بالنسبة لي أنا المرتبة الثالثة هي حاجة كبيرة، والمرتبة الرابعة لمنتخب إفريقي يعني مهني واهل، لأن أمرها ما صرات هذه يعني صعيب تزيد صراع. نتمناو نشوفوا منتخبات أفريقية أخرى تلحق لها الأدوار هذه. باش نعقب على كلام تاع عبد الكريم لما قال الرجراكي غير بعد اللاعبين، تمنيت يا عبد الكريم الرجراكي كان تكون عنده يعني الشجاعة في الديمي فينال ضد المنتخب الفرنسي، يستغنى على القائد سايس وزراوي زراوي تاع اللاعب تاع البايرن. حتى وشفنا اقرت شفنا كيف في 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 الاحماء ومن بعد خرج يعني كان اساسي. تصور انت زوج مدافعين خسرهم في شوط نظن بلي نقصت من طموحات تاع المنتخب المغربي. وزيد الخطه اللي لعب بها في بدايه المقابله تاع ثلاثه مدافعين في المحور هي يعني اللي خرجته نقول من هذه المقابله. بعد لما شفنا التغييرات ورجع الربعة مدافعين الدفاع مسطح، شفنا المغرب يعني خلق فرص باش يسجل، ولكن للاسف لعب ضد منتخب كبير. نعم ياسين سالمي، نعرفك تحب الارقام، نعطيك رقم بخصوص لاعب هو زياش ثالث هذه الدوره، 56 توزيعه، 3 توزيعات صحيحه فقط. هل تعتقد بأن زياش قدم كأس عالم في المستوى؟ لا، شوف اليوم كي تاخذ اطرافير لي شيف تاع زياش سي سكي لا بروفي ماذا انتج زياش يعني في المحاولات، يعني كانت المحاولات الناجحه تاعو تقريبا لك تقول 300، ولكن شوف الفريق المغربي الى كونستروي يعني كان الى كونستروي ان تريونغ سور لو كوتي غوش يعني مثلث في الجهه اليوم من الهجوم الجهه اليوم زياش حكيمي وحتى ما شفناش لو تريونغ هذا الا بعد دخول اوناهي يعني شوف الفريق بالمقارنه المباراة تاع اليوم لونجو كان فيها منهم، ما نقولوش لونجو ما كانش فيها. تحدث عن زياش ثم المباراة عاد إلى المباراة. اللي قلت لك زياش رانا تكلمنا عليه، سادي لو طو تاعو في لا ريوسيت دي سونتر ما كانش كبير. علاش ما كانش كبير؟ لأنه التصرف كان سور لو كوتي، مادام تمشي سور لو كوتي وتكونسترو ان تريون وين الكرة تمشي مرة اثنين ثلاثة بور فار ان سونتر، راح اللاعبين كلهم راح كيما نقولوا هنا لو ديفونسور راح يتسقموا بور لو سونتر. حديث عن التحكيم. اليوم كاين تحديد على التحكيم في عدة مباريات ميدو، المنتخب الفرنسي ضد المغرب، الأرجنتين ضد كرواسيا، يعني الأرجنتين ضد هولندا، يعني حتى بالفار وشفنا مشاكل تاع الحكام. نظن اليوم الحاكم اليوم القطري ما كانش يعني ينتي با موفي، ينتي با بو ينتي با موفي، كان متوسط. ميدو كنت تكلمت الآن على التصرف حكيم يعني في اللقطة كنت تكلمت عليه الآن. هو كي تشوف اليوم سيتي كوب دو موند يعني كاس عالم، ولكن بصفقه يعني اوروبيه، يعني تقريبا الفريقين عندهم لا فورماسيون اون اوروب تقريبا. كل يوم كي تتكلم على لو كومبورتمون تاع زياش تكلمت على لو كومبورتمون اوروبيه. اليوم انت هاد كاس العالم، كاس العالم اليوم الناس تتساءل تقول علاش سي با لو ميم نومبر اللي راح من افريك وسي با لو ميم نومبر اللي يمشي من اوروبا ولو ميم نومبر اللي يمشي من اسيا. هاد باسكو اليوم سي دي جوار كي سون فورمي اون اوروب pour faire monter le niveau يعطوهم لك تلعب بهم وانت ما تفورميش، انت راك خاطي تريح ما تفورميش لعب هاد اللاعبين. انا نظن اليوم كي نتكلموا على كومبورتمون سي ان جوار كي تي فورمي اون اوروب لو كومبورتمون اوروبيان، هذا هو ما تقدرش نقول لو كومبورتمون تاع جوار افريكا. لا بصح الحاكم ما يخفالكش باللي ما عندوش خبره، هي انا جاب ربي حاكم تاع البطوله القطريه ماشي بطوله تاع ريتم اللعب ماهوش نفسه. هذيك صح ماشي نفسه. اليوم انا نظن باللي كانت مقابله فيها الريتم كما تحدثنا مقبلات شوفار، هذيك صح ماشي كيما كنا نشوفوا المنتخب المغربي يريح الوراء. نظن باللي كان جد متوسط، دار غلطات كما كاع الحكام اللي داروا، ما كانش في اعلى مستوى، وهذه هي كره القدم. انا نظن باللي الحكام يغلطوا، كاين اللاعبين يغلطوا. شفنا حكيمي وزياش كدا راحوا في واحد لاكسيون راحوا يزكيو عليه، نظن
كان الحاكم كان عنده الحق، البالون هو سيمات كانوا يديموندي في كورنر نظن مام لاعبين تاني انسرت مو تاع البيناتي تاع مصيري كي ضرب اكساس كي كنت لاعب لما اللاعبين يشاهدوا الحكم متردد هذا هو الافضل الوقت ربما اللاعبين باش لا ديسيزيون اللاعبين يعملوا ضغط على الحكم لانهم شاهدوه وعرفوه بلي متردد لو كان الحكم حاسم وقراراته كانت سليمه 100% ما عندوش خبره ثاني ما يخفالكش ما عندوش خبره الحكم هذا نظن انا بلي ماهوش حكم اوروبي اللي عنده خبره ما في ديال الشامبيونز ليغ نظن بلي بالك اول لقاء ديالو في كاس العالم نظن بالك امن يمكن ديبا كبير على الحكم تاع الفينال يعني منتخب من اوروبا منتخب من امريكا اللاتينيه انت واش دير انا حكم يبقى لك زوج قرار من اسيا ولا افريقيا ما نديرش من افريقيا لا ما ندير لا انا محمد نقول لك علاه نقول لك علاه لا بروبابيليتي منين لا انا شفت فيها نقول لك علاه ما نديرش شفنا الحكايات شفنا الحكم الزومبي في كاس افريقيا المنتخب التونسي محل 20 دقيقه تصور انت يدي حاكم افريقي ما عندوش القدرات كما حاكم تاع اوروبا ولا حاكم تاع امريكا ما كانش عنده المستوى ما عندوش المستوى باش يكون حاكم في النهائي شفنا مقابله واحده اللي داها مباراتين اخر مباراه استراليا ظلم كان قادر ولكن تسمح لي لما تشوف الخلاطه تاع قطر هذا معليش لما تشوف قطر قطر عطاهم سنين كادو بور لقطر مي لما تشوف الغلطات تاع الحكام تاع الفريقه اسمح لي ما نديرش محمد دوك ولا انا ربيت فيه وانت شكون حتى زيرو امريكا لا سيكاسوي اخطا في مباراه بلجيكا مع كندا خطا جسيم وما احتسبش ركله جزاء ثانيه للمنتخب الكندي في تلك المباراه شوف ميدو سيب الكبير تفضل شيخ التحكيم راهو داخل في القانون تاع كره القدم داخل في لي 17 لوا وعلى بالك سو لو بلان اورغانيزاسيونيل كاين 6 لوا والباقي كامل لي 11 لوا داخلين سو لو بلان تكنيك بالنسبه للتحكيم تقديري لا لي فوت اي كوريكسيون مهمين بزاف وشكون اللي يحكم على هذا والحاكم هو عادل ينصف بين زوج منتخبات ولا زوج فريقين انا السؤال اللي نطرحه وهذا معمول به انت عندك دي كريتير لي باش تقدر تسيليكسيون هاد لي ميور زاربيت بارابور اولا لي كونتينون تاعهم اللي يقدروا يشاركوا في كيما حنا ان ايفينمون لو ميور اي لو بلوز امبورطون سور لا بلانيت لي هو لا كوب دو موند لي كريتير انا لو فات اللي تجيب انت 32 اربيتر مثلا اكزومبل تجيب 32 زاربيت نهضر على لي زاربيتر دو بريسيبو لي ديريكتور دو جو كيما هذاك المدرب اللي يدي معاه باغ اكزومبل 20 سيليكسيوني ما لازمش يدير في مخو بلي هذوك لي فان كاين واحد ولا زوج ما يلعبهمش يدير في بالو طوك زقالهم طوك داهم